لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا اللي الشداد بنحط على ظهوركم عشان تحملون مسؤولية. لا تظنون أن حد منكم مجبر أن يسوي شيء. أنتوا جيتوا اليوم لأنكم من خيرة عيالنا موجودين هنا.